هاني ابل. راح نبدا لقاء اليوم بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا الارسال مع التضامن. ارسال مع نادي التضامن. هذا اللاعب عبد العزيز عطا الله الى غسان الفرماوي، الى عبد الله غسان. هذا عبد العزيز عطا الله غسان الفرماوي. هذه تمريرات جانبيه فرماوي عبد الله غسان للجناح مبارك غضيفي ورميه مرمى. رميه مرمى وتعود للساحل. هذا يوسف عاشور، خالد البرك في القياده المحترف من جمهوريه اليمن، محترف نادي الساحل. هذا هو خالد البرك. خالد البرك الى يوسف عاشور، حمزه الوزان الى يوسف عاشور. البرك تمرير للجناح وتصويب وهدف. هدف هدف يسجله لاعب الجناح عمر عبد العزيز عبد القدوس. هذا عمر عبد العزيز والدخول والتسجيل، اول اهداف لقاء اليوم. تصويبه من ارتي وتصدي من الرندي وتعود سريعه ويهدي الساحل. يهدي الساحل بعد تصدي مبارك الرندي لتصويبه الجناح الايمن ناصر ارتي. هذا الرندي تصدي على مرحلتين، هذه دخول تصدي جميل من مبارك الرندي. الساحل متقدم. خالد البرك مع الساحل. خالد أسامة عاشور والتصويب وهدف. هدف او هدف ليوسف عاشور ويتقدم الساحل بهدفين. تعود للتضامن. غسان عبد الله الدخول ودفاع قوي من محمود دشتي. دفاع قوي على عبد الله غسان. خطأ للتضامن. اثنين الساحل لا شيء التضامن. هذا هدف يوسف عاشور. شوف التهويش وفتح المساحة والتسجيل. تضامن ناصر نزول اثنين والتصويب عبد الغسان وتصدي من مبارك الرندي وتعود سريعة فاست بريك. اوه تفلت منك يا يوسف صالح. تفلت منك يا يوسف صالح يا الأشول لاعب الجناح بنادي الساحل. فلتت منه بطريقة غريبة. كان هناك فرصة ليتقدم فيها الساحل ويوسع الفارق إلى ثلاث أهداف. ثلاث دقائق. اثنين الساحل لا شيء التضامن. الكرة مع التضامن. عبد الله غسان. هذا عبد الله الفرماوي. آرتي نزول اثنين على الدائرة. التضامن. عطى الله. حاول الدخول التصويب والرندي. الرندي والله الرندي اليوم. وعدم استلام ثاني كرة. فاست بريك ما يستلم الساحل. الثاني هذه من محمد اسماعيل. هذا الرندي هذا المتألق. من حقك يا مبارك والله من حقك. من حقك والله. ثلاث تصديات، ثلاث تصويات بثلاث تصديات. ما شاء الله عليك يا مبارك. هذه واضحة وتصدى مبارك الرندي. وتعود بنفس الاخطاء من الساحل، يعني كره تيله كنا جمره بيده. مره من محمد يوسف صالح ومره من محمد اسماعيل. تعود للتضامن وخطا دفاع قوي من محمود دشتي على هذا الفرماوي محترف المصري بصفوف نادي التضامن. عبد الله غسان عبد العزيز عبد الله ودخول تصويب وخارج المرمى يا عبد العزيز عطا الله. طبعا نقول الحمد لله على السلامه يا عبد العزيز عطا الله. كما وردني اعزائي المشاهدين انه تو عائد من الاصابه. نقول له الحمد لله على السلامه. لحد الان داشين على خمس دقائق. اثنين الساحل. هذا امامك شوف الساحل ما شاء الله يا مبارك. ثلاث تصويبات بثلاثه سيف مبارك الرندي الساحل. اما التضامن تصويبتين بهدفين بمرمى
طلال خمسان، يوسف عاشور، البرك، حمزة، خالد البرك، يوسف عاشور، حمزة الوزان، والدخول تصويب وهدف، هدف يا حمزة، هدف يا حمزة. لحد الآن دفاع، لحد الآن دفاع مفتوح التضامن للأمانة، يعني مساحات يعني بدون تعب الساحل، لاعب يلعب فردي واحد بواحد وقاعد يلقى مساحة يعني من غير تعب، لا مو تقول يعمل مهارة بالفنت ولا لا، هي مساحات كبيرة في دفاع التضامن لحد الآن. التحرك والتبديل في نزول الجناح على الدائرة يفتح مساحات، ما في تسليم وتسلم، اللاعب يسحب ويلعب مان تو مان مع لاعبه في النزول على الستة متر، هذه الطريقة تفتح مساحة، يجب التسليم والتسلم بين الدفاعات للاعب اللي قاطع. طبعا هذا الشيء ما ينقال حاليا بالمباراة، هذا يتدرب، هذا شيء فطري في دفاع كرة اليد، وأيضا يتقن اللاعب بالتمرين. هل والتضامن أيضا تضيع، أيضا تضيع من التضامن، تعود الساحل متقدم بثلاث أهداف. خالد البرك، هيلا يوسف صالح، هذا لعب الجناح، محمد اسماعيل لعب الدائرة، والتضامن قاعد يلعب دفاع خمسة واحد. يوسف عاشور، أتوقع هناك في لعب سلبي، والبرك دخول إلى يوسف عاشور، تمرير للجناح، حمزة الوزان، وخطأ، خطأ، فاول، إشارة واضحة من الحكم، هذا عبد الله الصبر، يقول هناك أربع خطوات مع وجود خطأ. يوسف صالح إلى حمزة الوزان، والدخول تمرير خاطئ وتنقطع من عايض، وتعود سريعة ناصر آرتي، هل يسجل ناصر؟ ويسجل أول أهداف التضامن ناصر آرتي، أول أهداف التضامن بهذا اللقاء. هذه شوف شلون قراها، قراها عايض وقطعها التمرير الدائرة، تعود سريعة ناصر آرتي اللاعب المميز، ناصر آرتي لاعب الجناح، أول هدف للتضامن بعد سبع دقائق من انطلاق الشوط والمباراة. ثلاثة الساحل، واحد التضامن، فارق هدفين للساحل. هذا حمزة الوزان من لاعبي القوة الضاربة الأشول بنادي الساحل. يوسف عاشور، دفاع قوي من عبد الرحمن المسيلين، بدأ يصحى دفاع التضامن، بدأ يصحى. محمد اسماعيل خمسة واحد، حبيب عقيد تمرير الدائرة، يوسف عاشور محاولة الدخول، تصويب على الثبات وخارج المرمى يوسف، لكن هناك إشارة من الحكم، هذا أمامك على الشاشة عبد الله الصبر، إشارة واضحة أن هناك تتش لمس للبلوك. يوسف صالح تعود الساحل، الوزان دخول تصويب، دفاع قوي من عايض، دفاع قوي من عايض الرشيدي. حمزة يقول هناك دفع، لكن يا حمزة خليك في الملعب، القرار عند حكم المباراة، إشارة اللعب السلبي على الساحل. مبارك البورك، عفوا يوسف عاشور، وهالدخول تصويب بعيدة يا يوسف، وايد بعيدة، وايد بعيدة يا يوسف، تعود سريعة خمسان فرماوي، يعني خلص الفارق التضامن، عبد الله غسان فرماوي، والدخول دفاع قوي من عمر عبد العزيز عبد القدوس و محمود دشتي. تعود التضامن، عبد الله غسان فرماوي، هذا أني مهند، أني غسان، يزود اثنين على الدائرة، الفرماوي التصويب، هناك خطأ، خطأ وفاول في دفاع مع بوش خفيف، يعني تم في إعاقة الفرماوي، خطأ للفرماوي ما يستحق أي عقوبة. نزول اثنين على الدائرة، ناصر آرتي، عبد الله غسان، وتفلت من الفرماوي، يريد ياخذها إلى عبد الله غسان، دخول وهالتصويب والرندي، لكن هناك خطأ على عبد الله غسان، هذا عبد الله غسان لاعب مشاكس، عبد الله غسان لاعب بلاي ميكر نادي التضامن. فرماوي حاول الدخول، تمرير الدائرة مسيليم، واستلمها، ودفاع قوي من محمد اسماعيل، دقيقتين، دقيقتين يا محمد اسماعيل، دقيقتين، إشارة واضحة من الحكم،
الدولي. هاني أبو، لا 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 يا محمد إسماعيل، هناك تحويط لعب وتنزيل، لا لا يا محمد هذا مو دفاع كرة يد يا محمد، دفاع في خشونة تستحق الدقيقتين. قرار سليم الحكم مباراة، تعود أني فرماوي ما استلمها للجناح، أوه يا الغديفي يا الغديفي، مبارك الغديفي يستلمها في طريقة صعبة ولكن يحطها، وهناك إيقاف للوقت وتشاور في دقيقتين، هناك في دقيقتين اتوقع على لاعب الجناح راح تشوفه اسماعيل دشتي، خلينا نشوف اسماعيل، اسماعيل دشتي مو دفاع على الجناح، خلينا نشوف، خلينا نشوف اسماعيل ايش سوى، لاعب رقم 7 شوف اول وحده في 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 شد، عطى فرصه، شوف شوف هني، لا حاش على خد على صوب الرغبه، صوب الرغبه صح، وكمل اتاحت فرصه وصارت للجناح، بعدها العوده للعقوبه، قرار سليم وتحسب لحكم المباراة هاني أبول وعبد الله الصبر، برافو. تعود للساحل، تمرير خاطئ يا عاشور، والساحل ناقص لاعبين، هل يستغلها ويعود للمباراة تضامن؟ فرماوي إلى الغذيفي، ودفاع قوي من يوسف صالح، دفاع قوي، دفاع قوي، خذيت 4 خطوات يا الغذيفي، أخذ لك خطأ 9 متر، تعود تضامن، الساحل ناقص لاعبين، هل يستغلها التضامن؟ راح نشوف. عبد الله غسان، اني ودخول خاطئ يا اني، دخول خاطئ يا مهند، والساحل يهدي، ما استغل، ما استغل التضامن، عنده ناقص لاعبين الساحل، هذا امامك ايقاف لمده دقيقتين، 2 على الساحل ولا ايقاف على التضامن لحد الان، يعني كان في اقل الاسباب انك تطلع بتعادل التضامن. ويوسف صالح دفاع قوي من التضامن، دفاع قوي، تعود السائر يوسف عاشور، الدخول تمرير البورك ويسجل البورك، سجل رغم النقص العددي، يعني الساحل قاعد يلعب باربع لاعبين على 6 مدافعين والساحل يسجل، والعكس صحيح، التضامن هاجم ب6 وهذا الغديفي ويسجل، يسجل الغذيفي، يسجل الغذيفي، وكمل كمل نادي الساحل كامل الآن، ولا صار أي شيء ولا استغل النقص، نفس الشيء فارق هدف، انطرد لاعبين من الساحل وعاد كمل وهي نفس النتيجة ونفس الفارق، لم يستغلها نادي التضامن، الساحل متقدم بهدف. خالد البرك، هلا يوسف عاشور، محاولة الدخول، تمرير الدائرة محمد اسماعيل، وترد اوه يا البرك يا البرك، تبيك لو متفقين عليها ما تجي كذي، شوف لمسها سنحها حق خالد البرك وسجل، سجل خالد البرك بعد تمريره كانت لمحمد اسماعيل اللي لمسها باطراف اصابعه ووصلت على طبق من ذهب لخالد البرك، إذا تبيك تبيك الكرة وتبيك الكرة يا خالد البرك، تعود للتضامن، فارق هدفين الساحل، عبد الله غسان، فرماوي، عبد الله غسان والدخول، هناك خطأ 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 للتضامن، هذا عبد الله الصبر حكم اللقاء، لحد الآن 13 دقيقة إدارة هادية مفوقة من حكام اللقاء هاني أبول وعبد الله الصبر، دفاع قوي على عبد الله غسان، دفاع قوي على عبد الله غسان، هذا عبد الله، ايقاف للوقت، هناك وقت مستقطع، اطلب المدير الفني لنادي التضامن، المدير الفني المصري كابتن ايمن الالفي، خلنا نسمع الكابتن ايمن الالفي شو اللي راح يقوله لاعبين فريق التضامن. بتستلم الكره من غير ما تشوف اللي قدامك، تعطل اللعبه باستمرار، الدفاع مساحات موجوده بيتكم من بعضكم مفتوحه بدون اي داعي، ليه كل دوت؟ الجيم الاسهل ما يمكن، ليه صعبين على نفسكم؟ ليه؟ تاني من غير تحضير الهجمة، يقطع ناصر، اوكي؟ بعد ما ناصر يقطع مهند ما يستلمش، ما يستلمش خالص، افتح كده يا مهند وقف هنا اهو، اوكي؟ بعد كده اهو تطلع الكورة اسحب لبره، تعالى فرمها على النص، ارجع بره شوية، استلمها وانت بتجري لقدام، دخلت من واحد والتاني، اوكي ما دخلتش، هاته من وراك وروح هنا على رقم، هنا اهو،
وفرما ويفتح بين واحد واثنين وروح على الجون ولعب وطلع الكره من ايده. انتهى الوقت المستقطع اللي طلب المدير الفني الكابتن ايمن الالفي. كان واضح عزيزي المشاهد كان معصب وزعلان، يعني خاصة على الوقت اللي انطرد فيه اثنين من الساحل، يعني قاعد يقول انتم تلعبوا على كلامه ستة رجالة على أربعة وأيضا النتيجة ما تغيرت، كان المفروض يعود فيها التضامن. خلينا نشوف بعد وقت مستقطع هل يعود التضامن. فرماوي تمرير خاطئ يا عبد الله غسان، تمرير خاطئ يا عبد الله غسان، ويهدي الساحل الرندي، مساعد الرندي ابن طبعا لاعبنا الدولي السابق والمدرب بتاع الكويتي لكرة اليد، مساعد الرندي قانع عن التعريف مبارك ربي حفظه طول بعمره مسي عليه بالخير. تعود الساحل تقدم بهدفين البرك، حمزة الوزان دخول إلى عاشور حاول الدخول تصويب، ويا يوسف يا يوسف عاشور، يوسف يا يوسف عاشور، قلت لك هذا قوة ضاربة بنادي الساحل، لاعب متى ما ركز راح يكون له تأثير. وخطأ خطأ يتقدم الساحل فارق ثلاث أهداف، ستة الساحل ثلاثة التضامن، هذا هدف يوسف. شوف شوف من وين راح ودخل وبدون أي مقابلة، يعني شوف خذاها بدون وجود مقابلة. الفرماوي دفاع قوي من يوسف عاشور، دفاع قوي من يوسف عاشور، هذا الفرماوي، هذا الكابتن والحكم عبد الله الصبر يقول نفذ مكان الخطأ. مهند أني، حبيب عقيل، فرماوي إلى حبيب، تمرير إلى أني، تمرير خاطئ من أني، تعود للساحل البرك إلى عاشور، يوسف إلى يوسف صالح، وهالمرة هالمرة في الموعد، هالمرة عثمان عبد العزيز عبد القدوس بن موعد. شوف اول تصدي لحراسة مرمى، التضامن تصدي جميل من عثمان عبد العزيز، هذه التصديات سبعة على التضامن بتصدي واحد، هذا اللي قلت لك اول تصدي، تعد التضامن وتصويب ورمية سبعة امتار، رمية سبعة امتار بعد تسليم الكرة لعبد الرحمن المسيرين. شوف هذا مهند أني لاعب، طبعا عبد الرحمن مسالين مصدر من مصادر الخطورة من نادي التضامن، لاعب مميز على الدائرة يمتاز بالاستلام، رمي السبع امتار فرماوي، يسجل الفرماوي، يسجل الفرماوي الهدف الرابع والأول لا في هذا اللقاء شخصيا، هذا رمي السبع امتار سجل الفرماوي على الريل الثابتة لمبارك الرندي. فارق هدفين انتصفنا الشوط تقريبا عزيز مشاهد 16 دقيقة، فارق هدفين، حمزة الوزان دخول تصويب وخطأ، خطأ لحمزة، خطأ لحمزة، كان هناك دفاع ودخلتوا مع بعض داخل الستة ترجع، هذا طبعا الأخطاء الفنية تورنوفر، ثلاثة على الساحل ثلاثة على التضامن. تعود للساحل فارق هدفين متقدم، تضامن يلعب دفاع 5-1، حبيب عقيل دا طالع لهم، هذا يوسف عاشور محاول دخول تصويب، تمرير دار حق اسماعيل ما توصل، تمرير خاطئ وتعود للتضامن، هل يخلص الفارق حبيب، مبارك غضيفي الى المسيلم، والرندي الرندي 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 الرندي، الله يمبارك الله يمبارك، والله وجودك في مرمى الساحل اقلق جميع المنافذ على التضامن، متالق متألق يا مبارك الرندي ما شاء الله، هذا شوف مبارك، هذا مسيليم، تصدي جميل من مبارك الرندي، هناك خطأ يغافل الوقت. سلامات سلامات يا عبد الرحمن المسيليم، سلامات إن شاء الله، الحكم قاعد يقول له تبي، لأن يدري الحكم يجب، هذه الكرة دفاع قوي من خالد البرك، دفاع قوي من خالد البرك، هذه التمريره، هذا المسيريم، دفاع قوي من خالد البرك، خطا تم
يستأنف اللعب مهند أني إلى الفرماوي. سلامات سلامات يا عبد الرحمن لمسيليم، دخول عايض بدلا منه على الدائرة. أني آرتي ينزل اثنين على الدائرة، الفرماوي حبيب عقيل إلى الفرماوي، حاول الدخول تمرير الجناح مبارك الغديفي. أو يا مبارك الرندي، مبارك الرندي اليوم، مبروك مبروك مبارك مبروك. شوف شوف هذا مبارك الرندي أمامك، ثمان تصويبات بخمس تصديات، يعني أنت قاعد تتكلم بنسبة تقريبا 70%، تقريبا 70 إلى 65%. برافو يا مبارك، يعني متألق وهو نجم هذا اللقاء وهو السبب الرئيسي بتقدم الساحل في الشوط الأول. يعني الساحل على تصدياته مفروض كان فارق. أوه حمزة الوزان، حمزة الوزان يسجل، حمزة الوزان لاعب الباك يسجل من الدائرة، ولكن كنا خط فيها لمس، الخط فيها لمس، خل نشوفها خل نشوفها. لا 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 صح 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 صح، كنت داخل يا حمزة، كنت داخل وطلعت واستلمتها. قرار سليم من حكم المباراة عبد الله الصبر، قرار سليم من حكم المباراة، إدارة سليمة وهادية وموفقة من الحكمين عبد الله الصبر وهاني أبو لحد الآن. مهند أني إلى الجناح، آرتي لحد الآن فارق هدفين، وآرتي دفاع قوي، آرتي دفاع قوي على ناصر آرتي. الساحل اليوم للأمانة لحد الآن 19 دقيقة قاعد يؤدي أداء جدا قوي ومنظم بالدفاع، دفاع 3-2-1 هذا دفاع قوي. أوه يا الفرماوي، بس هناك أربع خطوات يا الفرماوي، أربع خطوات، كإشارة واضحة من الكابتن هاني، الحكم هاني أبو الأشر لك، ما يصير أحسب لك يا عبد يا الفرماوي هدف من أربع خطوات، هذا خطأ فني، ما يصير ما يصير يا عبد الرحمن، هذا قانون. حبيب عقيل الفرماوي، مهند أني وتصويب بالبلوك وتروح للرندي وشو وفاس بريك. أوه يا الرندي، أوه يا الرندي، يا الرندي يا الرندي، وهدف هدف هدف يسجله يوسف صالح. شوف الرندي شوف الرندي شوف وين الفاس بريك، شوف بين اثنين بين اثنين من لاعبين التضامن على يد يوسف صالح بالملي. شوف هذه اربع خطوات عبد الرحمن، 1 2 3 4 5. لا يا الفرماوي صح انت يا هاني، صح يا هاني ابل، انا ايدك وكلامك صح، لا تحتج يا الفرماوي، قرار سليم، صحيح لك خطا يا الفرماوي، ولكن هناك وجود اربع خطوات قبل وصولك للسته والتصويب، قرار سليم الحكم مباراه هاني ابل. ونعود الفرماوي حاول الدخول، دفاع قوي من يوسف عاشور، دفاع قوي من يوسف عاشور. 20 دقيقة فارق 3 أهداف، 7 الساحل 4 التضامن. عبد الله غسان وتمرير، يا أخ هناك خطأ، يعني تمريرات خاطئة بالجملة والله بالجملة من التضامن، أمر غريب يعني، هذه يعني يعني التمرير والاستلام يعني من على قولتهم من بدائيات كرة اليد. مبارك لاعب فريق أول جابر أياد، ويسجل من الجناح، يسجل من الجناح، يسجل من الجناح، هذا جابر أياد بديل ناصر آرتي، لاعب مميز جابر أياد. هذا تمريرة الفرماوي وجابر أياد، تعود للساحل يوسف صالح الى الى ويهدي خالد البرق، يهدي خالد البرق. يوسف عاشور حاول الدخول، دفاع دفاع قوي على يوسف، ايقاف للوقت من عبد الله الصبر، ايقاف للوقت من الحكم عبد الله الصبر، وقت تشاور لان هناك كان في اختلاف على قرارات الحكام. عبد الله الصفر الصبر عفوا اشر خطا لنادي التضامن، لنادي الساحل عفوا، و هاني صفر لنادي الساحل، وأخذ قرار حكم الملعب هاني أبول بعد التشاور بين الحكمين. يبدو أن هناك كان أربع خطوات صفرها
هاني أبول وتعود للتضامن حبيب عقيل أو دخول تصويب وحبيب يا حبيب يقلص الفارق إلى هدف حبيب عقيل. هذا لعب لي ميكر حبيب عقيل شوف صوب من الستة ما في مقابلة لمس بسيط كان من يوسف عاشور لاعب يعني أنا كدفاع من المفترض طريقة الدفاع تكون المقابلة يعني لاعب واصل لي ليش ستة ونص متر سبعة متر يصوب لا يلام فيها حارس المرمى يجب مضايقته الدفاع عليه من يخطي خطوة على التسعة دفاع على طول فارق هدف الساحل إلى يوسف صالح من الجناح وتصدي تصدي تصدي وتعود سريعة فاس بريك وما توصل استعجل فيها استعجل فيها ورمية جانبية للتضامن الفرماوي المسيليم والتعادل والتعادل يا المسيليم ويعود التضامن شوف هذه المست حمزة آخر شيء هذا قرار حكم المباراة وهو الأغرب وهو الصح ويسجل المسيليم رمية جانبية نفذها بشكل سريع الفرماوي المتقدم هذا أمامك السيب عزيز المشاهد سبعة سبعة 23 دقيقة ونص شوف خلينا نشوفه لمسها جابر هذه لمس لجابر وحمزة هذه الإعادة للرمية الجانبية هناك وقت مستقطع اطلبه المدير الفني الكابتن المصري لنادي الساحل الكابتن ناصر علي خلنا نسمع لانه كان متقدم كابتن ناصر والساحل متقدم ما نخرجش عن اعصابنا ونبتدي بقى ايه هنشتغل ماشي انا اتكلمت خلاص ماشي غلطه غلطتين ماشي امسك كورتك واضغط الضغطه مظبوطه بين واحد واثنين ونظهر لبعض العب السهل العب السهل حتى الامور العب عصفاء الامور تمشي كويس خلاص يا رجاله نعيد نفسنا تاني كده ونلعب العب عصفاء لا توقف العب شباب العب السهل لا تخلي الحكم يعطيك العب السهل يلا هوب سهل انتهى الوقت المستقطع اللي طلبه المدير الفني الكابتن ناصر علي للساحل يقول اول شيء قال لهم يمكن ثلاث اربع مرات حافظ على كرتك حافظ على كرتك يعني ركز يعني السلام والتسليم خلوه بطريقه صحيحه يعني لا تضيع كرات خل كرتك غاليه لا تستعجل بالانهاء ونعود الساحل بعد ما كان متقدم عاد التضامن بالتعادل واستفاد من الوقت المستقطع اللي طلبه الكابتن ايمن الفي هل يستفيد الساحل ويعود تمرير للجناح عوما او يتصدى وتعود وبريله يتصدى 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 عثمان عبد العزيز تعود سريعه للتضامن لغذيفي فرماوي والفرماوي يصوب وخطا خطا خطا للفرماوي خطا للفرماوي وهذا عبد الله الصبر يصفر خطأ للفرماوي هل يتقدم تضامن أول تقدم بهذا اللقاء هل راح نشوفه حبيب عقيل فرماوي إلى عبد الله غسان فرماوي وفلتت من الفرماوي تعود ساحل سريعة يوسف عاشور وهناك خطأ عبد الله غسان إيقاف للوقت من حكم اللقاء في حكم القرار عند حكم استدعاء لطاقم الطبي سلامات ليوسف كان هناك فيها خشونة ولكن القرار عند حكام اللقاء ما كان قاصد طبعا هناك كان تلاحم دقيقتين 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 على عبد الله غسان على عبد الله غسان هذه العاده شوف يوسف استلمها وطالت منه صارت مشتركه ما كان قاصد خطفها قبل بلحظات شوف يعني كان مندفع وقتها عبد الله هي تعتبر فيها اندفاع دقيقتين عبد الله غسان عبد الله غسان دقيقتين سبعه تضامن سبعه الساحل تعادل داشين على الدقيقه 25 فاضل خمس دقائق والتضامن ناقص كرة مع الساحل هل يعود ويتقدم الساحل ب
يستغل النقص العددي. الوزان يوسف صالح، الوزان إلى البرك والدخول، ويسجل البرك، يسجل خالد البرك لاعب الخبرة وقائد نادي الساحل. هذا خالد البرك، هذا التمرير الوزان. شوف خالد، شوف الوقفة والتهويش والدخول والتسجيل بالخبرة، بالخبرة يا خالد بالخبرة، يسجلها خالد البرك. تعود للتضامن، الساحل يعود ويتقدم الآن مع التضامن، والتضامن يلعب من غير حارس مرمى امتي جول لاستبعاد دقيقتين. يا الفرماوي ضربت بريلة تعود للساحل، يوسف صالح يسجل يوسف، ويسجل يوسف صالح، ويعود الفارق لفارق هدفين. أنا أشوف يعني كأمور فنية هذا الهدف، هذا هدف يوسف، التضامن هذا هدف يوسف، التضامن أخذ وقت مستقطع بعد ما كان متأخر بفارق هدفين وثلاث أهداف وعاد إلى التعادل. بعدها المدير الفني لنادي الساحل ناصر علي أيضا أخذ تايم أوت بعد ما وصل التضامن للتعادل، أخذ وقت مستقطع وعاد إلى التقدم. معناته الفرق الفريقين استفادوا من وقت المستقطع اللي خذوه طاقمهم الفني، هذا شيء إيجابي للفريقين. ولكن تحسب عزيزي المشاهد الفترة اللي استبعد فيها لاعبين من نادي الساحل لم يستغلها التضامن، تحسب له. ولكن وجابر اياد والقائم يا جابر، والقائم يا جابر، تعود للساحل تمريره مستعجله. يعني يا يوسف يا انت قاعد تشوف يعني اللاعب هذا اخطاء الفنيه 7 على الساحل و4 على التضامن. انت قاعد تشوف عمر عبد العزيز بين 5 لاعبين من لاعبين التضامن، تمرر له بهذه الصوره المفروض تهدي، تهدي يا يوسف، وتعود مناحي العالي وتصويب خارج المرمى، ويهدي يهدي مبارك الردي. شوف شوف مو عاجبه، مو عاجبه، يقول والله اني تعبت وصديت. طبعا انا قاعد اقرا وجهه وما قال لي، ما قال لي يعني اكيد ما قال لي، هو بالملعب وانا بالكابينه فوق اكيد ما قال لي، ولكن قاعد اقرا وجهه يقول يعني انا تعبت وانا صدى. لا تستعجلون، هذا لسان حاله، هذا الفاست بريك امامك، 5 فاست بريكات للساحل فقط، 1 و2 للتضامن بتسجيل فاست بريك 1. يعني انت قاعد تشوف الساحل قاعد تتكلم عن 5 مسجل 1، يعني 4 راحوا منك، ترى مو تصديات كلها يعني تسليم خطا وتصويب. ويوسف عاشور، يوسف عاشور يسجل ويتقدم ويوسع الفارق 3 اهداف. هذا هدف يوسف عاشور، التهويش والدخول والتصويب بكل أريحية، بكل أريحية. طبعا مثل ما قلت لك راح يتم تغيير كرة اللعب بسبب يعني تبللها طبعا لاعبين، مجهود تبللها بعرق اللاعبين، مجهود باللقاء، ويحق لهم استبدال الكرة بعد النظر لرأي الحكام، يرون الكرة هل تستحق أنها تستبدل أم لا. طب القرار بالأخير يعود حكام مباراة، عادي يقول لك الحكم ما تستبدل وتكمل بالكرة نفسها، القرار الأول والأخير لحكام المباراة. وحبيب عقيل تضامن تمرير للجناح، قصيرة قصيرة، لو واصل أسرع كان ممكن يدش. تمرير الدائرة عايض ما استلمها الفرماوي، وهناك خطأ، خطأ فاول وتعور، في إصابة، في إصابة، إيقاف للوقت، إيقاف للوقت. خلينا نشوف هذه كرة الفرماوي، وهو شايت، وهو اللي دعم بكتف يوسف صالح. فرماوي تمريرة خاطئة الفرماوي، تمريرة خاطئة الفرماوي، ما هكذا يا فرماوي تدار الأمور. يعني انت خسران بفارق 3 اهداف، يعني تمريره بهذه الطريقه اخطاء بالجمله على نادي التضامن، اخطاء فنيه بالجمله للامانه. يعني
تمريرات خاطئة. خلينا نشوف هذا أمامك على اليسار. شوف هذا التورنوفر 7. أنا أقول 8. 8 مع الكرة اللي توها 8 لنادي الساحل. 7. 7 ولا 8 كلهم عدد كبير. أخطاء كثيرة. نادي الساحل آخر 20 ثانية. هل يوسع الفارق وينهي الشوط؟ فارق 4 أهداف. يوسف صالح البرك. ودخول خاطئ على البرك. دخول خاطئ على البرك. آخر 10 ثواني. هل يسجل التضامن؟ فارق الهدفين. العالم ناحي إلى حبيب عقيل. المسيليم والتصويب. وانتهى زمن الشوط. انتهى زمن الشوط. لكن هناك خطأ. هناك خطأ. أتوقع. هناك خطأ يجب أن ينفذ. يجب أن ينفذ. حتى لو انتهى الشوط. حتى لو انتهى. والله انتهى الشوط خلاص لم يحتسب شيء. هذا اللي راح نشوفه. ما حسب شيء خلاص ما في خطأ. انتهى. انتهى الشوط الأول عزيزي المشاهد بتقدم نادي الساحل بفارق 3 أهداف. 10-7. استراحة قصيرة عزيزي المشاهد. وأعود معاكم إن شاء الله بعدها لتكمل معاكم مجريات الشوط الثاني من هذا اللقاء. استراحة قصيرة وأعود لكم بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوصف لهذا اللقاء في الشوط الثاني بعد ما انتهى الشوط الأول بتقدم نادي الساحل بفارق 3 أهداف. 10-7 على نادي التضامن. نبدأ الشوط الثاني والإرسال مع نادي الساحل. خالد البرك. يوسف عاشور. حمزة الوزان. يوسف للبرك. تقاطعات. دفاع قوي من عايض. دفاع قوي من عايض الرشيدي. وهذا خالد البرك. حمزة الوزان حاول الدخول. تمرير الجناح ياخذها مبارك الغذيفي. مناحي سريعة. فرماوي إلى عايض الرشيدي. ويهدي. يهدي التضامن. يهدي. شوف في تغيير تكتيكي طبعا بنادي التضامن في الشوط الثاني. خروج طبعا لاعب الجناح مبارك الغذيفي إلى مركز الباك. ودخول عمر خرينج على الجناح. دخول عمر خرينج للجناح. هذا عمر خرينج نازل اثنين على الدائرة. تقاطع اثنين على الدائرة. حبيب عقيل. فرماوي. جميل تصويب وهدف. هدف. هدف. بعد كروس جميل. شوف شلون حبيب فتح المساحة للفرماوي اللي تحرك من غير كرة من خلف حبيب ودخل وسجل من 7 أمتار. هدف التضامن الثامن. يغلص الفارق إلى 2. كرة مع الساحل. حمزة الوزان. البرك إلى يوسف عاشور. يوسف عاشور إلى البرك. تضامن لاعب دفاع 3-2-1 متقدم. هذا مناحي. دفاع قوي. دفاع قوي من مناحي العلي على خالد البرك. محمد إسماعيل لاعب الدائرة. هذا البرك. خالد. نزو 2 على الدائرة. عاشور إلى حمزة الوزان إلى لاعب جناح. يوسف صالح. حمزة الوزان محاولة الدخول. دفاع قوي من حبيب. تصويب وخطأ. خطأ على حبيب عقيل. دفاع قوي. إشارة اللعب السلبي. إشارة اللعب السلبي واضحة لحكام اللقاء. خالد البورك. تصويب وخطأ. خطأ. صح صح كان فيها 4 خطوات يا خالد. في 4 خطوات حجلت بعد المسكة. حجلت. شوفها خالد البورك. 1-2-3-4-5. لا يا خالد في إعاقة. صح في إعاقة لكن 4 خطوات. وهدف. هدف يسجل الساحل. راح نشوفه. ما راح يطوفك شيء عزيزي المشاهد. لا تخاف ولا تحاتي مع مخرجنا المبدع والمميز والقادم في سماء الإخراج يعقوب بولند المميز. ما راح يطوفك شيء. خير خلف لخير سلف يا يعقوب. وعمر الخرينج طبعا مخرجنا يعقوب بولند هو تلميذ من تلامذة الكبير أبو عبد العزيز محمد الطري. وأكيد أي واحد يطلع من تحت إيده راح يكون لشان بإذن الله. وتصويب والتصدي
تصدي من الرندي وتعود ورمية مرمى في لمس يا عايض في لمس للخط في لمس للخط يا عايض وهذا الرندي مبين عليك التعب يا الرندي مبين عليك التعب يعني والله حارس مميز مبارك الرندي حارس مميز للأمانة قاعد يتصدى وهذا السيفد عطاني إياها عطاني إياها مخرجنا 15 تصويبة في 7 تصديات يعني أنت قاعد تتكلم تقريبا المنتصف 45 إلى 50% 45 تقريبا إلى 50% يعني 7 تصديات برافو يا الرندي وعاشور مغد دخول تصويب وهدف يا عاشور هدف يا عاشور يوسف عاشور يسجل شوف التهويش ونزول بدربل والدخول والتسجيل بأسفل أقدام عثمان عبد العزيز عبد القدوس وهذا هدف سريع من الفرماوي هدف سريع من الفرماوي راح تشوف شوف هذا هدف الفرماوي بعد سنتر السريع أعطاها طريقة الباند طبعا من أصعب الكرات هذه لما تتصوب على حارس المرمى لأن تنزل الباند تحت أقدامه تكون صعبة تكون والله صعبة يعني للأمانة يعني هذه كرات بالتصويب لما تكون باند تكون قبل ريلة صعب تركيز فيها تعود للساحل عاشور دفاع قوي من مناحي دفاع قوي من مناحي العالي وفارق 3 أهداف 5 دقائق 12 الساحل تصويب عاشور ويتصدى عثمان عبد العزيز عبد القدوس فاست بريك وأيضا خاطئ التضامن يعني التضامن والله العظيم قاعد أقول أنا يعني أخطاء فنية بالجملة أتوقع 5 أخطاء فنية للتضامن كلها فاست بريك كلها تمريرات خاطئة والتصوير يا الوزان وإيقاف للوقت إيقاف للوقت هدف وإيقاف للوقت ودقيقتين دقيقتين فرصة جميلة من حكم المباراة عبد الله الصبر شوفه شوفه هذا مات الوزان شوف الدخول لعب على كتفه سجل أعطاه فرصة سجل هدف إيقاف دقيقتين على عبد العزيز عطله عبد العزيز عطله اللاعب رقم 2 من نادي التضامن إيقاف دقيقتين دخول خشن على كتف حمزة الوزان الحمد لله قام بالسلامة الوزان قام بالسلامة توسع الفارق إلى 4 أهداف 13 الساحل 9 التضامن حبيب عقيل المسيليم التضامن ناقص لاعب في خروج عبد العزيز عطله دقيقتين يلعب امتي جول من غير حارس مرمى مبارك الغذيفي دفاع قوي من يوسف عاشور دفاع قوي من يوسف عاشور تضامن حبيب عقيل كروس الفرماوي مبارك الغذيفي دفاع قوي من يوسف دفاع قوي من يوسف عاشور يوسف عاشور والغذيفي قاعد يطالعون بعض ويوسف قاعد يلاحق قاعد يدافع عليه ركزوا عليهم يا حكام المباراة في بينهم هذا يوسف وتعود حبيب عقيل هذا الغذيفي محاول الدخول دفاع بن محمود دشتي الغذيفي يقول له في لمس يا الغذيفي هذه كرة يد يا الغذيفي يا مبارك هذه كرة يد لازم فيها وشارة اللعب السلبي وحبيب للفرماوي واللعب السلبي حبيب عقيل دخول تصويب وخارج المرمى يا حبيب خارج المرمى يا حبيب ويهدي مبارك الرندي يهدي مبارك هذا مبارك الرندي وتعود لي التضامن تعود للساحل عفوا التضامن لحد الان ناقص 20 ثانيه ويكمل 20 ثانيه ويكمل هذا طبعا دقيقتين كل فريقين عنده ايقافين دخول وعمر يتصدى يتصدى خل اقول لك عزيزي المشاهد المفارقه هذه خد تخلص خارج اللي طبعا اللي ضيعها منو لاعب الجناح لنادي خل نشوفه عزيزي المشاهد هذا الحكم هاني اللي ضيعها تشوف عمر عبد العزيز عبد القدوس ومن اللي تصدى لها عثمان عبد العزيز عبد القدوس اخوه عزيز المشاهد
اخوان قاعد يلعبون ضد بعض، عيال عبد العزيز عبد القدوس ربي يحفظهم، طبعا عائله معروفه ياما انجبت لنا لاعبين ونجوم. ابوهم عبد العزيز المسي عليه بالخير كان لاعب، وعمامه او عيال عم ابوه الكابتن عبد الخالق عبد القدوس، اسماعيل عبد القدوس زميلنا، عيسى عبد القدوس، ابو عبد الله، لاعبين نجوم ياما اثروا ملاعبنا وقدموا لمنتخبنا الوطني ونادي السالميه وخيطان تاريخ يا ابناء عبد القدوس. وهذول طبعا امتداد ورميه 7 أمتار لنادي التضامن الفرماوي، ولا نزول حسين البلوشي الفرماوي ولا حسين؟ الفرماوي يسجل، الفرماوي يسجل، هذا الفرماوي يسجل ويقلص الفارق الى 3 أهداف، الهدف العاشر يسجل الفرماوي. الساحل ناقص لاعب، ايقاف 2 دقيقة، تعود للساحل خلينا نشوف يوسف حمزه الى يوسف صالح، دفاع قوي، دفاع قوي من مناحي وعبد العزيز عطا الله من التضامن، خالد البرك محاول الدخول ومناحي تصويب وخطا، خطا مع وجود 4 خطوات يا خالد البرك. هذا خالد البرك اشاره اللعب السلبي، الساحل ناقص ما في اكتف على الجول على المرمى، يوسف صالح محاول الدخول تصويب وهدف، هدف ليوسف صالح اللاعب الاشول، لاللاعب الاشول رقم 2 من نادي الساحل. شوف شوف يوسف صالح اعطاه فرصه ودخل وسجل يوسف صالح، وهدف لمبارك هذا اللي قلت لك عنه، شوف مبارك ليش صارخ، شوف ليش صارخ، راح تعرفوا ليش صارخ، شوف دخول وسجل، قاعد يطالع يوسف، قاعد يطالع يوسف عاشور ويقول سجلت، طبعا ما بينهم شيء ولكن هو هناك مثل بينهم حوار بالتحدي في الملعب فقط، يعني هم بالنهايه اخوان. وطبعا يوسف عاشور لعب في موسم سابقه بنادي التضامن وهم زملاء. يوسف صالح دخول تصويب، هناك خطا ان مساء صار في بينهم دفاع قوي، الان يقول له انا طفت وسجلت، تحدي ومنافسه شريفه، امر جميل. تعود للساحل، يكمل الساحل يوسف عاشور، هناك خطا خطا خطا، دخول اتوقع دخول خاطئ او تحجيز خاطئ، تعود للتضامن حبيب عقيل، دفاع قوي من حمزه الوزان، دفاع قوي من حمزه الوزان، دفاع قوي، دفاع قوي من حمزه، تعود للتضامن، راح نشوف شوف 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 ليش الخطا، شوف شوف الخطا اللي صار هناك، كان في دفع، دفع من لاعب الدائره محمد اسماعيل اللاعب المدافع، احتسبها شكرا، والغديفي ويسجل مبارك الغديفي، يسجل مبارك الغديفي، هذا مبارك، هذا مبارك، شوف يسجل هدف جميل بعد ما تعدى محمد اسماعيل بالامبريلا حركه المروحه وسجل بمرمى مبارك الرندي، وقلص الفارق الى 2، قلص الفارق نادي التضامن. تعود للساحل، تضامن لاعب دفاع 3-2-1 متقدم، البرك هناك ايقاف للوقت، ايقاف للوقت، وقت مستقطع، وقت مستقطع، يطلب المدير الفني لنادي الساحل الكابتن المصري ناصر علي، خل نسمع الكابتن ناصر علي ايش اللي راح يقوله للاعبين نادي الساحل في هذا الوقت المستقطع. هو طبيعي طبيعي بدنيا بدنيا بتقع مش هتعرف تتحرك بسرعه، انا بطلب تاني اول بريحك شويه ماشي هن لا لا مش محتاج مش محتاج بس نفس 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 لا 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 انا ماشي الكوره بس اعلى اعلى معاه وكمل معاه بقى على النص، انت معاه ما تضمش عليك حبيب اوكي حبيب، الحاجه الثانيه هنا هو يا حبيب وانت هنا هو بيعدي كده اهو، خد بيعمل كده عشان يوسع ده يجي اوكي، انزل خطوه تحت
ما تتسحبش معاه كده، انزل هنا هو بيوسع، خليك تحت هنا على الساعه 6 9 متر. نفسها وهو جاي صح؟ ايه هذا قاعد يروح من وراه، فالناس قاعد يضم وايد ناحيه، دير بالك. انتهى الوقت المستقطع عزيزي المشاهد. خلنا نشوف هذا هدف، هذا هدف التضامن. شوف اللي سجل مبارك الغديفي، شوف شوف مبارك الرندي يقول لهم شلون شلون، يعني يقول له يعني دافع اثنين على لاعب واحد ويطوفك بهذه الطريقة، قاعد يقول لهم شلون، يعني كان ردة فعل الرياكشن ماله يقول يعني أنا قاعد أصد واتعب لاعبين على لاعب منتو قاعدين توقفونه. كان هذا لسان حال الرندي، يبي المباراة طبعا الرندي، يبي المباراة. والبورك وخارج المرمى بطريقة متسرعة وغريبة، وهذا عبد القدوس عثمان عبد العزيز عبد القدوس وعمر عبد العزيز عبد القدوس، ربي حافظهم عيال عبد العزيز عبد القدوس. وتعود لغذيفي الى حبيب عقيل، فرماوي الى غذيفي، حبيب عقيل لغذيفي، حاول الدخول تمرير للجناح. اوه يا ارتي، اوه خارج المرمى يا ناصر، خارج المرمى يا ناصر ارتي. هذا مبارك الرندي قاعد ياخذها بذكاء، قاعد يهدي، قاعد يهدي بذكاء مبارك، راح ورا الجول بعدين رد خذها من داخل المرمى. هذه ذكاء وخبره من مبارك الرندي عشان يهدي. خلينا نشوف عزيزي المشاهد، هذا عثمان عبد العزيز عبد القدوس 19 تصويبه بخمس تصديات. هذا الحارس عثمان طبعا نزل لزميله البديل طلال خمسان اللي ما كان متوفق، نزل وساعد فريقه عثمان عبد القدوس بالتصدي. تعود للساحل، فارق نقطتين، فارق هدفين عفوا. حمزه الوزان دخول التصويب، دفاع قوي من عبد العزيز عطله، وتصويبه من يوسف عاشور مباغته وخاطفه. شوف 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 بلمحه خدعهم 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 عاشور، خدعهم عاشور على بغته، على بغته ومن غير ميعاد فاجأهم عاشور بهدف. هذا امامك تورنوفر، الاخطاء الفنيه 9 اخطاء فنيه على الساحل و5 اخطاء فنيه على التضامن. تعد التضامن، فارق 3 اهداف، حبيب عقيل، فرماوي، لغذيفي، تمرير دخول حبيب عقيل، ورمية مرمى يا حبيب، رمية مرمى يا حبيب. ليش طالع الحكم؟ رد البيت وشوفها بالإعادة، ما فيها شيء يا حبيب، انت اللي هوشت وانت اللي دخلت لي برا وانت اللي صوفتها برا وانت اللي صوفتها برا. قرار صحيح من الحكم بوجهة نظري الشخصية، بوجهة نظري الشخصية انا عن نفسي اؤيد قرار الحكم، اؤيد قرار الحكم. تعود للساحل، تمرير يوسف، يوسف صالح يسجل ويوسع الفارق الى 4 اهداف. هذا هدف يوسف صالح، شوف من اسفل اقدام عثمان. خلينا نشوف هذه كره، هذه كره حبيب اللي احتاج فيها. شوف يا حبيب هوش ودشيت، شنو فيها؟ انت اللي داش فيها وانت اللي مصوب خارج المرمى، يعني تبي اللمس الخفيف. وهذا تايم اوت طبعا، طلب المدير الفني للتضامن بعد ما عاد الفارق الى 4 اهداف. خلينا نسمع الكابتن ايمن يقول بدل خلاص روح عمر، عمر قاطع عكس الكوره، السنتر هاف راح الباب، روح خدها وروح على النص هنا اهو، ماشي يا رجاله نفس الشيء، خلاص نفس الشيء، هتمشي هتمشي ان شاء الله. يلا يلا يلا، حي 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 عاشور شباب، هي سهل انتهى الوقت المستقطع اللي طلبه المدير الفني الكابتن ايمن الالفي بعد ما كان الفارق الى وصل الى هدفين، كان عنده فرصه انه يخلص لهدف كانت مع الكره، الان عادت النتيجه واتسع الفارق في منتصف الشوط الى 4 اهداف. حس بالخطر الكابتن ايمن الالفي واخذ وقت مستقطع، هل يعود؟ هذا اللي راح نشوفه الان.
بعد الوقت المستغرق اللي خذاه الكابتن ايمن. خلينا نشوف التضامج اللي راح يسوي الفرماوي. حبيب عقيل الى الفرماوي، ناصر ارثي، نزول اثنين على الدائره من عمر خرينج، ونزل دائره ثاني، ثلاثه صالوا على الدائره، شلون كذي؟ وتعود تنقطع، تمرير تنقطع للساحل ويهدي. نزول طبعا اللاعب علي نصير، لاعب بلاي ميكر اللي ما شفناه، والله هو لاعب مميز علي نصير للامانه، ما شفناه طبعا طول اللقاء، يمكن لاسباب ان اللاعب مجاهز، كان متعور مجاهز 100%، والله هو لاعب من الاعمده الاساسيه بنادي الساحل ولاعب مميز. الوزان الى عاشور، علي نصير، تمرير الدائره محمد اسماعيل، هناك خطا لمحمد اسماعيل. طبعا اللاعب علي نصير يتميز بالسرعه، وما شاء الله لاعب يلعب بعقله، مع انه يمتلك بنيه جسمانيه قصيره وضئيل، ولكن بالعقل يعمل اشياء. وحمزه الوزان يسجل. حمزه هذا ابن الوزان يسجل الهدف 17، وصل الفارق الى 5 اهداف، تصويب ودفاع قوي من يوسف عاشور. والله عامل عمايل يوسف عاشور بالدفاع، والله عامل عمايل يوسف عاشور. شوفه مأدي اليوم هو صمام الامام في منتصف دفاع الساحل، صمام الامان بالدفاع يوسف عاشور. نزول اثنين على الدائره، خرينج، الفرماوي، الدخول، ويسجل الفرماوي، يسجل الفرماوي الهدف رقم 13، ويخلص الفارق الى 4 اهداف. الفرماوي اللي سجل، مو هذا الفرماوي هو اللي سجل، هذا الفرماوي هذا هو، هذا المصري الجميل. طبعا الفرماوي مو قريب على دورينا، طبعا كان في المراحل السنيه لاعب لنادي السالميه في جميع المراحل السنيه، بعدها ما وصل الفريق الاول ذهب الى بلاده مصر لتكمل الدراسه الجامعيه، وبعدها الان يعود كمحترف مع نادي التضامن. حمزه الوزان، عاشور، نصير، تمرير الجناح، عمر عبد القدوس، سجل على اخوك، سجل، اتمونون على بعض، سجل على اخوك يا عمر. عمر يسجل على عثمان، عمر يسجل على عثمان عبد القدوس، اخوان يتفاهمون من بينهم وبين بعض، يتفاهمون، وهدف يسجله. تتوقعون خلاه مخلي اخوه؟ والله لا، ما اعتقد، ما في هذه منافسه، ما في اخوي بالملعب، انا بنقاط. والفرماوي يسجل، الفرماوي يسجل هدف التضامن رقم 14. هذا الفرماوي 10 تصويبات ب7، هذا هدف الفرماوي اللي سجله، فارق 4 اهداف، 18 دقيقة عزيزي المشاهد، باقي 12 دقيقة. كرة مع الساحل، عبد القدوس، عمر، دفاع قوي من الخذيفي، أو سلامات، طيب يطمن على أخوه، حتى لو ضده بس أخوه، الدم، هذا عمر، دفاع قوي، هذا سلامات، شوف، أول من ياله منو؟ الجولتشي أخوه، ترى مو لاعبين ساحل ربعه. هذا اخوه اتى للاطمئنان على، وقام بالسلامه الحمد لله. عمر عبد العزيز عبد القدوس، تعود للساحل، يوسف صالح، فرماوي، حمزه الوزان، فرماوي التضامن، يوسف عاشور، تمرير ولكن كانت خاطئه، وتعود سريعه للتضامن. هذا الفرماوي راح يسجل عبد الرحمن الفرماوي، يسجل بعد كره مقطوعه بالتمريره من يوسف عاشور، كانت بطريق، حاول يعطيها بطريقه فنيه خلفيه ما وصلت، قطعها مناحي، يمررها للفرماوي اللي سجل الهدف رقم 15 لنادي التضامن، يقلص الفارق الى 3 اهداف. هذا امامك الفاست بريك عزيزي المشاهد، 5 فاست بريكات للساحل فقط، مسجلين 1، التضامن 5 مسجل 2، وهدف اللي قلت لك عنه، هذا علي نصير، لاعب يلعب بالعقل، لاعب مميز يلعب بالعقل. هناك خطأ، هذا هدف علي نصير، راح نشوف، شوف لاعب مميز
يلعب بعقله، لاعب ضئيل بالجسم وقصير قامة ولكن يلعب بالعقل ويمتلك سرعة. فرماوي ورمية 7 أمتار، إيقاف للوقت، استدعاء للطاقم الطبي، استدعاء للطاقم الطبي ودقيقتين لمحمد إسماعيل. راح نشوف ليش. شوف داخل المرمى، داخل الملعب، داخل عفوا 6 أمتار، ومدابع بهالطريقة. دقيقتين، سلامات، تقوم بالسلامة يا عبد الرحمن الفرماوي، لاعب مهم ويحتاج نادي التضامن طبعا. وكرت أحمر 3 مرات، دقيقتين هو استبعد بالكرت الأحمر بسبب حصوله على الإيقاف 2 دقيقتين 3 مرات نفس اللاعب. بهذه الحالة يستبعد بالكرت الأحمر. لا أنت يمكن على بالك أن هذه اللقطة فيها أحمر دايركت، لا هذه مو أحمر دايركت، هذه إيقاف لمدة 2 دقيقتين 3 مرات يستبعد على أثرها اللاعب بالكرت الأحمر. سلامات الفرماوي، قام بالسلامة الفرماوي ورميت 7 أمتار لنادي التضامن، هل يخلص الفارق إلى 3 أهداف؟ ناصر آرتي ولا الرندي؟ أوه يا الرندي يا الرندي يا الرندي يا الرندي، مبارك يا مبارك الرندي يا الرندي، صفق حق نفسك، صفق، تستاهل. شوف الرندي، شوف واقف له، والله يدري كنا يدري. الله يا الرندي الله يا مبارك، متألق ومبدع. شوف السيب للرندي، 8 من 23 تصويبة مقابل 5 للتضامن مقابل 24 تصويبة عليه، 0 دخول 0. وهذا يوسف صالح إلى نصير، ما توصل حق نصير، ترد ورمية جانبي، خطأ هناك تمرير، ويهدي الساحل متقدم فارق 4 أهداف، باقي 10 دقائق، يبي اللقاء. نصير مسيليب، وخطأ عليك يا نصير، تعود للتضامن. عطله ويهدي الخضيفي، وهذا الأخطاء الفنية، 11 خطأ فني على الساحل مقابل 6 أخطاء فنية على التضامن. أخطاء كثيرة فنية للأمانة، يعني كفريق لاعب فريق أول. تمرير المسيليم وخطأ، فاول يا المسيليم، هذا الحكم عبد الله الصبر، خطأ عادي، مسيليم ما سيطرت على الكرة، صحيح في إعاقة وانت ما وجهت المرمى، شو تبي 7 أمتار يا مسيليم؟ تمرير للجناح خالد عمر الخرينج، هذا عمر الخرينج يسجل. شوف تمرير فرماوي يا عمر خالد الخرينج يقلص الفارق الآن إلى 3 أهداف في آخر 8 دقائق ونص، آخر 8 دقائق ونص فارق 3 أهداف. نزول يوسف أباني على الدائرة بعد ما تم استبعاد محمد إسماعيل بالكرت الأحمر بعد حصوله على 3 مرات إيقاف لمدة 2 دقيقتين. الساحل نصير لعبد القدوس وما في أي شيء، خطأ، فاول، وكان يبي يحصل على بلنتي لكن خطأ يا عمر يا عبد العزيز عبد القدوس. تعود للساحل آخر 8 دقائق، يوسف عاشور التصويب، صاحي له هالمرة صاحي عثمان عبد العزيز عبد القدوس، وتعود للتضامن، هل يخلص الفارق؟ فرماوي، عبد الله غسان، الغذيفي إلى عبد الله غسان، ويهدي عبد الله غسان، يقول له هدي، بنطبق خطة، نبي نخلص الفارق، نبي نعود للمباراة، بتقول لي ممكن؟ أقول لك ممكن على الراحة، باقي وقت طويل، في كرة اليد 7 دقائق، وقت كبير، تعود للتضامن، عبد الله غسان،
ودخول وسجل عبد الله غسان. يسجل عبد الله غسان ويقلص الفارق الى هدفين. يقلص الفارق الى هدفين عبد الله غسان. 23 دقيقة عزيز المشاهد، 19 الساحل، 17 التضامن. في امل، في امل انه يقرب نتيجة التضامن. في الساحل يوثق. اوه ضاعت. يوسع الفارق، كان في امل ولكن يتصدى الحارس عثمان عبد العزيز للتصويبة ويتيح الامل للتضامن بالعودة الى اللقاء. خلينا نشوف التضامن. عبد الله غسان دخول التصويب والبلوك ورميه، رميه زاويه، بلوك كان جميل من يوسف عاشور. رميه جانب، رميه زاويه، ناصر ارتي تنقطع من علي نصير ورميه جانبيه. الفرماوي عبد الله غسان، الفرماوي عبد الله غسان، محاولة الدخول، دفاع قوي من حمزة، دفاع قوي من حمزة الوزان. هذا عبد الله غسان. التضامن يبي يخلص الفارق الهدف، يبي يعود للقاء. وهنا أيضا احنا مو علشان شيء، احنا نبي نشوف الإثارة، نبي نستمتع. عبد الله غسان لغذيفي إلى الفرماوي، ولكن يأبى ويرفض نجم هذا اللقاء مبارك الرندي أن يعود التضامن إلى اللقاء. هذا الفرماوي التصويب، ولكن مبارك الرندي بالموعد. مبارك أعطاك إياها، أعطاك إياها الدحرجة بطريقة تلفزيونية وسينمائية من الجميل. مبارك الرندي، من حقك سوي اللي تبي، سوي اللي تبي. نجم ومتألق اليوم مبارك بتسع تصديات. تعود للساحل الوزان، دفاع قوي من عبد العزيز عطا الله، دفاع قوي. هناك خطا، هذا الحكم عبد الله الصبر وايقاف الوقت، وقت مستقطع يطلبه المدير الفني لنادي الساحل الكابتن ناصر علي. خل نسمع شو اللي راح يقوله الكابتن ناصر للاعبين نادي الساحل. لسه الوقت بدري، ماشي زي ما قلت، العب على ضمور في الهجمه، طول الكوره. خلاص يا خالد، ما تروحش تشوط الا بالاختراق، يا تدي دراعك ضربه جزاء يا جول. طلعنا فاست بريك، هنلعب سبع لاعبين، اوكي هنغير سبع لاعبين. يجي هيجي من ناحيه وتاع، انزل يا ويجي الحارس. اي عثمان، سبع لاعبين راح تيجي، اوكي في الهجمه. المهم دلوقتي اللي انا عايزه الكوره دي ما تجيش جول. في السبع لاعبين هتبدا من عند مبارك. فرماوي بيجي على نص وبيجي هنا، اللي معاه قريب منه ويجري معاه وقفه، تعمل معاه فرق. انتهى الوقت المستقطع عزيزي المشاهد، وكان واضح على مسامعكم ان نادي الساحل الكابتن ناصر علي كان يقول لهم واضحه، قاعد يقول لهم لا تضمن لحد الان، في وقت ونبيها كره مضمونه. وطبعا قال حق خالد انت يا لاعب الخبره بنزلك عشان تمسك ملعب، ولا تستعجل ونبيها مضمونه يا خالد، يا تشوت من السته يا نبيها سبعه، رميه سبعه امتار. يوسف عاشور تمرير للجناح، ويوسف عاشور تمرير الدائره، ما استلمها يوسف، تعود للتضامن سريعه، فاست بريك لناصر. اوه طويله 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 يا عثمان، طويله يا عثمان عبد العزيز، طويله. شوف متحسف عثمان، عثمان متحسف والله. عاد قال لهم الكابتن ايمن الالفي الوقت مستقطع، قال له هذه ما نبيها تدش، وما دشت. ابي الهجمه اللي وراها مضمونه، ما انضمنت يا عثمان، المفروض كنت تهدي وتعود للساحل. البرك حمد الوزان، يوسف صالح، والدخول وخارج المرمى يا يوسف. والله كانت مهمة وفتحت مساحة كبيرة. شلون ضاعت هذه يا يوسف؟ شلون ضاعت يا يوسف؟ شوف طاف ناصر وخذ مساحة كبيرة بطريقة غريبة خارج المرمى، بطريقة اللوب خارج المرمى.
واخر ثلاث دقائق ونص. اذا سجلها راح تكون نار. اذا سجلها لغضيفي. دفاع قوي من يوسف باباني، دفاع قوي من يوسف باباني على مبارك لغضيفي. اخر ثلاث دقائق وعشر ثواني، اذا سجلها التضامن فيها متعة. راح نشوف الفرماوي عبد الله غسان لغذيفي والدخول، تمرير لعايض، دفاع على عايض، خطأ لك يا عايض، خطأ لك لعايض، هذا عايض الرشيدي لاعب الدائرة. عبد الله غسان إلى لاعب الجناح ناصر آرتي وخارج المرمى. والرندي والله كنا لمسها الرندي، والله كنا لمسها الرندي. راح نشوفه هذه كرة ناصر، شوف، لا ما لمسها بس قطع الجول، حتى لو ما لمسها قطع عليه الزوايا. خارج المرمى يا ناصر ويضيع فرصة التقليص الفارق، يعني الفاست بريك اللي عمله عثمان طويل، وهذه الكرة ضاعت، كان الحين ممكن عايد للتعادل. تضامن عاشور، خالد البرك، دفاع قوي. يا عبد العزيز عطا الله، دقيقتين صح؟ لا يا عبد العزيز، قرار صحيح. عبد العزيز مو عاجبه، لا ارجع بالليل وشوفها بالإعادة. متحسف، لا انت لا، ما يصير يا عبد العزيز، هذا دفاع، هذا طرح مطارح، يعني هذه مثل هذا جودو، مو دفاع كرة يد يا عبد العزيز عطا الله. دفاع بهذه الطريقة فيها نوع من الخشونة. وآخر دقيقتين راح يكمل التضامن ناقص حتى نهاية اللقاء. خلاص آخر دقيقتين، فارق هدفين للساحل. يوسف عاشور إلى البرك، تمرير للدائرة مقطوعة، هناك خطأ للتضامن، تعود سريعة، إيقاف للوقت. هذا الحكم عبد الله الصبر، طبعا إدارة جميلة وهادية، وإنذار عقوبة إدارية على الكابتن المدير الفني لنادي التضامن أيمن الألفي. طبعا هذا المراقب الفني للقاء، الكابتن والحكم مقرر لجنة الحكام مشاري رميح، هو اللي طبعا كان هناك احتجاج ودخول، وجابر إياد خارج المرمى. يعني التضامن شيء غريب، قاعد يضيع كرات كنا ما يبي التعادل، ثلاث كرات ورا بعض. خلينا نشوف هذا دخول جابر إياد، شوف خارج المرمى يا جابر، متحسف جابر، ولكن ما تنفع الندامة بعد إضاعة الفرصة. آخر دقيقة 15 ثانية والبورك، وخلصها بالخبرة، لاعب الخبرة خالد البرك، خلصها والفارق ثلاث أهداف وآخر دقيقة. خلاص صعبة، نقدر نقول مبروك لنادي الساحل نقاط هذا اللقاء. الفرماوي، عبد الله غسان، مبارك لغضيفي، عبد الله غسان محاول الدخول ودفاع قوي من الساحل. آخر 40 ثانية، فارق ثلاث أهداف. هذا الحكم طبعا إدارة كانت موفقة وهادية من حكام مباراة عبد الله الصبر وهاني أبو، التصويب لعبد الله غسان، تعود للتضامن المسيليم ويسجل عبد الرحمن المسيليم لاعب الدائرة لنادي التضامن، وسجل الهدف رقم 18 ويغلص الفارق إلى هدفين. آخر 10 ثواني أتوقع أنه راح يهدي الساحل، ما راح يصوب، أتوقع خلاص قاعد يسلمون، انتهى اللقاء. عزيزي المشاهد مبروك الساحل، هارد لك التضامن، انتهى اللقاء.